أسألك، لماذا لا يوجد دول تعلن تأييدها بشكل مباشر لطرف من طرف النزاع؟ يعني هناك قوات مسلحة نظامية وأخرى تمردت عليها، تم تشكيلها قبل سنوات قليلة، فلماذا لم يكن هناك دعم مباشر لطرف، حتى وإن كانت المؤسسة العسكرية القديمة واللي هي التي تملك طبعا قوة على الأرض أكثر من قوات التمرد كما يقول البعض؟ أنا وجهة نظري أن القيادات السودانية الحالية فشلت في إقامة علاقات طيبة مع الصين. نحن نتذكر عندما كان الرئيس عمر البشير كانت العلاقات متطورة بين السودان وبكين، وكانوا يسمونه صديق الشعب الصيني، والصين قدمت مساعدات كثيرة للسودان وتطورت العلاقات وذهبت الشركات الصينية إلى هناك. عندما جاءت هذه القيادات هي لها ارتباطاتها، هي لها أولوياتها، لها أجنداتها ربما التي تكون مع دول هي معادية للصين، فهذا هو الذي جعل العلاقة بين البلدين، أنا قلت في البداية أنها تراجعت جدا أهمية السودان بالنسبة للصين، لكنها مهمة، لا زالت مهمة السودان لبكين. فمن هنا لكن السودان لديه مقومات كبيرة وبكين دائما تطمح إليها، خاصة مثلا موضوع إطلالة السودان على البحر الأحمر. نحن نعرف أن السودان له حدود طويلة مع البحر الأحمر حوالي 850 كيلومتر، ودائما بكين تريد أن يكون لها مثلا ميناء هناك. مثلا بكين تريد أن تكون متواجدة كباقي الدول الأخرى. يوجد ثروات كبيرة في السودان، يمكن خاصة الأراضي الزراعية. نعم دكتور، تفكر باستثمار أراضي زراعية كثيرة كما حدث في أوكرانيا. أشكرك شكرا جزيلا من بكين دكتور شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة صنيات سين ببكين، شكرا جزيلا لك.